يب كده لازم اسجل تسجيل خروجي على من لعبه روبلوكس من على الكمبيوتر عشان حركات النوب ما يجيش ويسرق روبلوكس بتاعي. ليتس جو. قولي مول انا بقالي كتير قاعد على الكمبيوتر، خليني اطلع اخد دش بسرعه عشان كمان يا لوي اغير الملابس بتاعتي. ليتس جو. طبعا انا عايز اغير الملابس بتاعتي بس مش عارف بصراحه اجيب ايه اجيب ايه. اوكي خلينا بس ناخد شاور على السريع بس كده يا لوي، حمام ميه سخن كده نظبط جسمنا يا سلام. وبعد كده طبعا لازم اقوم اغير لبسي. بس اجيب بقى ايه يا لوي؟ انا دلوقتي لابس لبني ماشي معاه السجاد وكل حاجه. قولي مولي انت جاي بيت ليه يا ابني؟ ايه ده؟ وات؟ الواد زعبول يلبس لبس انا؟ انت يا ابني اللبس بتاع ما تسرقوش. هو جاب منين اللبس ده؟ واد زعبولة. ابو علي ايه رايك دلوقتي؟ زعبولة رجع من تاني بلبس جديد. بص يا ابو علي اللبس بتاعه عامل ازاي؟ شايف؟ دبدوب من قدام ودبدوب من ورا، اتنين جمادين هيقعد حركات. وات 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 زعبولة عمل لبس جديد. تعالى كده زعبولة وريني اللبس بتاعك. ليتس جو. على ثانية نقيمه دلوقتي. نديله كام من 10؟ بصراحة اللون جميل والدبدوب لونه احمر. بصراحة زعبولة اللبس 10 من 10، انا هديلك 10 من 10. ايه ده؟ بس حركات الفرخة فين؟ ابو علي تعالى نشوفه، لما تشوفه هيديله كام من 10. يلا بينا، تعالى تعالى مش لازم اغير اللبس بتاعي. اوكي نروح لحركات النبل. اقول له حركات زعبولة المزابل عامل لبس جديد. ايه ده؟ وقفل البيت بتاعه ليه المجنون ده؟ هو اللي هو حركات جوه زعبولة. ابو علي هو تقريبا كده بيعمل كارثة بما انه قفل البيت بتاعه كده. وادي حركات الفرخة، حركات يا نوب. انت وادي حركاتك العينة بسرعة. ايه يا حبايبي كمان ماشي من ايدي عليا، عاوزين ايه باتشيتشو؟ هولي مولي من الساموراي ده. إيه انت عامل كده ليه يا ابني؟ وات؟ هو انت كمان غيرت اللبس بتاعك؟ انت يا ابني شباب مش فاضيكوا، ادي ماشي مش عندي خناقة. خناقة؟ وبعدين ايه اللي هو عامله ده؟ ثانية انت لابس شنطة، الشنطة فيها ايه ده؟ الشنطة فيها بيج اكس، انت حاطط البيج اكس معاك في الشنطة ليه؟ وادي مولي بص بقى مكان رايح ودوت، لازم يكون بص معايا بيج اكس كده اهوت، كل عيال بص بقى بيدبوني، وانا بص بقى عاوز كل جيش حبايبكم معايا بسرعة، ايه رايكم انتوا كمان تيجوا معايا؟ انت رايح تتخانق واخدنا معاك. طب بقول لك ايه رايك في اللبس بتاع الواد زعبولة؟ ايه ده يا حبايبك في الواد زعبولة دوت؟ يا ابني الواقف قدامك هو لابس طاقية الاخفاء ولا يا ابني اهو زعبولة اهو. انا اهو حركات يا احول، شايفني؟ معايا لبس كبير، بص حركات لبس عليه دبدوب من قدام ودبدوب من ورا، عندك حركات. ايه ده يا حبايبك؟ ايه ده وانت واد زعبولة؟ ولا كنت فاكر اخوه؟ يا ابني اخوه مين يا ابني؟ زعبولة زعبولة. بص هو اللي عمل اللبس بتاعه الجديد ده وجاي يوريه لنا. هتقيمه من كام من 10 حركات؟ اديله زيرو. يا ابني زيرو دي يا زكي انت، زيرو دي اقل حاجة، ما ينفعش. لا لا اختار حاجة أكبر. طيب خلاص بص اختار 25. يا ابني 25 كده انت عديت ال 10، اختار رقم بص يكون أقل من ال 10. 17. 17 ايه بس الغباء ده؟ طب علي صدقني ده بص ما يعرفش أصلا عدد الأرقام. أول حركات وأنت كنت رايح فين؟ أه صح، هو أنت كنت رايح فين؟ عاوزنا في خناقة. ايه الخناقه دي؟ وادي مالي مش بقى لازم تيجوا معايا دلوقتي وتساعدوني. تعالوا يا بشا نيجي وراك بسرعه. ثانيه هو عاوز يفهمنا مش عارف. اوريكم كل حاجه على الكمبيوتر. كمبيوتر؟ خلينا نطلع بسرعه. ايه ده علويه؟ وات اللعبه دي؟ او ماي جاد. خلينا ادوس هنا كده. او ماي جاد تقريبا شفتها قبل كده. وادي حركات. وادي مالي مش لسه تفتح. اوكي اوكي ايه ده فتحت. ثانيه نلعب هنا. طيب واو شخصيتي ابو علي ليتس جو. ايه ده اللبس ده؟ حركات. وانا ماي مش احنا نكون فريق واحد. فريق واحد اللي هو مش دي اللعبه اللي هي في دماغي فورتنايت تقريبا. اوكي ثانيه خلينا دلوقتي نعمل بلاي ونجرب. ليتس جو. الو الو انا في الاتوبيس الازرق. الاتوبيس بتاعها دوس مسطره ابو علي عشان تنزل. وقطع الجمدان انا نازل بالباراشوت بتاع. ثانيه اللي هو في انا صندوق صندوق. خلينا ناخد الصندوق بسرعه. ايه ده اللي هو المكان عامل كده ليه؟ افتح بسرعه ابو علي الصندوق. ليتس جو. نفس الصوت بتاع فورتنايت. طلع لي الشيلد. الشيلد على وين؟ ثانيه بقى عشان اخد الشيلد لازم اخد كفر كده عشان ما نموتش. ابو علي انت فين يا ابو علي؟ انا دخلت البيت. وانا كمان داخل دلوقتي. بسرعه 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 ابو علي. يب ناخد كفر هنا كده على الوي. اقف هنا كده. ليتس جو فورتنايت. اوكي بشرب الشيلد على الوي. الحقه نفس فورتنايت برضو الشيلد. بص ال 50 بيديني 50. يب بيديني 50. اوكي بص في واحد قتل واحد هنا. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. شربت الشيلد بقى معايا شيلد 100 دلوقتي. بقى على الوي المفروض ان احنا بنمسك الاكس زي فورتنايت بالظبط وبنبدا نكسر في الحاجات عشان نجمع خشب وحاجات من دي عشان لما اي حد يضربنا نبني وما يضربناش. او ماي جاد فورتنايت في روبلوكس. اول مره العب فورتنايت في روبلوكس. ايه ده الجو بقى بالليل. اوكي معايا 147 خشب على الوي. افتح الصندوق. يب عايزين سلاح دلوقتي عشان ناخد علويه طبعا الحاجات دي ونطلع نضرب. ايه ده طلع لي مسدس. انا عايز سلاح. يا سلام لو ده طلع لي سلاح. تعالى يلا اطلع بقى ساعه المكان.
استنى زعبولة انت مستعجل ليه بس؟ خلينا ناخد السلاح ده. اوكي علوية انا عايز اجيب السلاح ده رقم كان ينفع. لا ثانية ايوه السلاح رقم راح رقم واحد. كنت هقول السلاح ده علي. في صندوق تاني انا سامع صوته سامعيني علوية؟ هطلع للعال دلوقتي ونجرب الاسلحة كلها. افتح يا ابو علي ليتس جو على الكمادات. فورتنايت فورتنايت يعني. خلينا نجيب بس القنبلة دي. دي قنبلة صح علوية؟ احنا ممكن نحذفها هنا كده. وات انا حذفتها هتفرقع؟ هتفرقع. اوكي مش عارف ايه اللي بيحصل بس خلينا على اللي بقى ايه ناخد السلاح ده بدلها. يا سلام معرفش بيعمل ايه شكلنا ده هيخلينا نطير لفوق. اوكي طب دلوقتي على اللي بقى خلينا نطلع بسرعه عشان نجرب دلوقتي فورتنايت. اوكي بسرعه بسرعه. الو ابو علي في البوابه. البوابه ايه؟ ليتس جو ليتس جو. دلوقتي على اللي عايزين نبني نبني. ايوه حط بسرعه حاط زي ده ناخد فيه كفر. ثانيه يا سلام بص الجامب بتاعي بتاع اللي انا لابسه. بص الجامب. اوكي ممكن نعمل زد كده نبني اللي هو ايوه الحيطه بعد كده نبني بالاكس بعد كده نبني بالسي. السي طبعا اللي هو السلم. اوكي على ايه تعالى كده بعدي امسك السلاح السلاح خلاص خلاص عايزين نلغي البناء. ايوه بعد كده نمسك السلاح. اوه ماي جاد في واحد قدامي. مين ده على ايه؟ امسك اوات اطلع اهو اهو خد اوات. موت موت ايه ده وقعني. لا حد كده صحيني اسحب. وات خد كل اسلحتي. او ماي جاد وانا مالي تعمل شي جنب بشاع اجي جنبك بسرعه. وات على الوي بعد ما طيب معناها كده انا مش هجيب حاجات في كتير. هو انا اول ما اخد الاسلحه هطلع اضرب العيال. انا ما كنتش اعرف ان انا بموت بسرعه كده. اضرب العيال واخد منهم الاسلحه بتاعتهم بسرعه بسرعه بعلي. انزل في صندوق صندوق اهو خلينا ناخده كده في الخباثه من غير ما حد يشوفنا عشان نجمع الحاجات بسرعه. ايوه ايوه الشيلد بس على الوي عشان الشيلد مهم عشان بيدينا دم 50 مع الدم بتاعنا. اوكي بسرعه بسرعه بسرعه. يب وطي ما ينفعش نوطي لو اتحركنا الشيلد ده هيقف. اوكي امسك بقى ابو علي السلاح رقم 3 كده. افتح بس الصندوق ده تاني. المشكله ان الصناديق مغريه على الوي بصراحه. بازوكا ليتس جو. عايز اجرب البازوكا هنا. بسرعه 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 صندوق كمان. اوكي يا جماعه ثانيه في حد هنا على الوي. لا لا خلينا نطلع. انا سامع صوت حد بيكسر هنا. اوكي اطلع اطلع اهو يا علوي شايفينه فوق فوق مني اهو. تعالى يا حبيبي موت. وقعت الواد معاه واحد تاني صاحبه عمر عمر ابو علي. وقعت الواد ممكن صاحبه يجي صحيح على الواد وانا موته. اوكي يلا واد موت يا واد موت يا واد. خلينا ناخد الحاجات اللي هو جمعها. ليتس جو. صاحبه هنا على الواد بس تحت مني. صاحبه تحت مني. خلينا نفتح الصندوق. وانا مالي مش هموت تاتا انا دلوقتي محتاج مساعده. تعالى صحوني. هتصحيك بس يا زعبولة ماليش دعوه بيك دلوقتي. استنى ده انا محتاج مساعده. في عيال هناك يا علوي صاحبه اهو او او واحد لسه جاي. ليتس جو ايمون. نو وقع وقع الواد. بصوا في اتنين هناك يا علوي في اتنين هناك. خدني بسرعه بسرعه بعلي ابني ابني. لا معيش اي حاجه ابني بيها معيش اي حاجه للاسف ما كسرتش حاجه. خلاص خلاص الغي مود البناء. مود البناء بالاف يا علوي. انا بندوس اف بنقدر نبني سلاح دلوقتي. طبعا عايزين نجيب بيه طلقه يعني مش معايا غير 22 طلقه. اوكي في علي هناك اهو. ما ينفعش نضرب بازوكا. عايز اجرب البازوكا. اضرب كده يا ابو علي. ليتس جو. الو انا ضربت بازوكا. ليتس جو. وات وات بيطير على الويا. وات انا اللي بطير بالصاروخ. امسك اوات امسك اوات. لا يا نهار زبادي. لا ثانيه امسك ايه ده على الويا. انا اللي كنت بطير بالصاروخ بتاع البازوكا. وات كل ده موتني. خلينا نعمل بلي تاني. ليتس جو على الجمدان. انزل بقى هنا ابو علي. اوكي ما كنتش اعرف ان انا اقدر اطير بالصاروخ بتاع البازوكا. بص الواد ده عيني معلق او بص واقف هنا مستخبي. خلينا نقف هنا. ون امسك بقى ابو علي البيج اكس. كسر 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 عشان يبقى معايا طبعا حاجات نضرب بيها. ما ينفعش اضرب الواد بالبيج اكس. ينفع هيموت دلوقتي على بصوا وقع مات 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 مات. موته بالبيج اكس. مين اللي واخد الحاجات دي كلها؟ وات؟ صندوق سامع صوت صندوق. اوكي خلينا نطلع عشان نجيب سلاح. وادي مالي انت فين؟ ايه ده السنايبر كان قدامي اختفي تقريبا هنا في. خلينا نطلع فوق. يلا ابو علي بسرعه 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 بسرعه. يب هو ده الصندوق. افتح ابو علي. طبعا هنجرب على الواد دلوقتي اللعبه والحاجات اللي فيها لان اكيد فيها مودات تاني. ده مود الباتل رويال اللي هو بيبقى فيه 100 لاعب بيضربوا بعض. فاحنا دلوقتي هنجرب مود تاني. دلوقتي بقى معايا مسدس. اوكي بص الواد اللي نازل ده اهو. امسك كابتن امسك. موت. لا 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 واحد اهو دمجت على الويل الواد اهو اهو. امسك موت. وقعته. في واحد تاني اهو على الويل. ليتس جو. ايه ده واحد هناك اهو معاه سلاح. خلينا نموت. موت. بصوا بينط ازاي بينط ازاي القرد. موت يا واد.
اوكي بسرعه. طب انا واحد ورا. لا لا يا علوية، ولاد مرة بيموت حرام. اوكي يا علوية دلوقتي عايزين نغير المود ده، ده مود الباتل رويال. اوكي الحقوا زون وورز، مش عارف ايه المود ده بصراحة، بس خلينا نجرب يا علوية كده، نجربه بسرعة. يب اوكي يا علوية دلوقتي معايا 8 لاعبين 9 لاعبين، وادي حركات. تعالى بص غير المود. لا مش موت يا حبايكا، انا غير مود ازاي يا ابني؟ هتلاقي فوق بليه كده غير المود، وتعالى تعالى زعبولة بسرعة. اوكي يا علوية بدأنا. اوكي على وجه الشخصيه بتحمل دي اسلحه ايه؟ اول ما نزلت على طول كده باسلحه. طبعا هنا علوية تقريبا مش هنموت بعض، هنا بنحمي بعض تقريبا. اهو بص واحد قدامي، ما ينفعش ان اموته تقريبا. ايه ده ينفع؟ وات ينفع علوية يموت؟ تعالى وات الوات راح يجري، والله ما اسيبك موت. ايه ده علوية معاه سلاح؟ ايه ده استنى، زعبوله ده ولا ايه؟ مش زعبوله صح؟ معناه ان ده مش زعبوله. ثانيه الواد مات، خلينا ناخد السنه دي بسرعه. اوكي هات السنه دي، يا سلام والشيلد كمان. ثانيه بقى علوي ناخد الشيلد كده بسرعه قبل ما حد يجي موتنا. واضح حركات انت فين؟ ماني ماني ولا مش ليه متحمي؟ لازكو بسرعه، ما اعرفش ايه المود ده بس الحق علوي. بصوا في زون، اه فهمت ده المود اللي فيه الزون، الزون اللي قفلت علينا نموت. فهمت علوي، فهمت موت جامد والله، موت جامد. بسرعه بسرعه بقى قبل ما الزون تقفل. لازكو غير بقى ايه المسدس ده، هات الرشاش، هات الرشاش بسرعه. يب كده احنا في الامان، ويلا بينا يا فنان عشان نمشي. نكتب بسرعه 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 دلوقتي على علوية، عاوز ادور اشوف مين اللي لسه عايش. اوكي تقريبا اربعه. علوية علوية انا بص عايز استخبى هنا كده. ايوان اول ما الزون تيجي جت جت جت، معناها كده ان انا ايوان اهو الواد، اهو الواد النوبة اهو، هو ده علوية. انا اللي كسبت. وات في واحد عايش؟ لا لا مين اللي كسب؟ ابو علي كسب. ليتس جو ابو علي اللي كسب. ايه ده علوية؟ وات ايوه بقى اخر واحد ما يتقال كسب. اوكي يلا هنجرب حاجه تانية، واحنا داخلين اللعبه في عندنا طبعا المود ده اللي هو 30 لاعب بنقدر نموت بعض. هنجرب المود ده سيف ذا وورلد. اه ما ينفعش نلعبه عشان بيقول لي لسه في التطوير. اوكي معناها كده علوية بصراحه ان المود بتاع السيف زون هو اللي جامد. احنا هنجرب بس علوية كده اللي هو المود القديم ده لحظه بس. اوكي بصوا 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 في واد معاه سلاح. المود ده علوية عباره عن ان احنا اول ما بنموت بنصحى تاني. يب ننسى كده عندي صندوق. بصراحة اللعبة ممتعة بصراحة علوية جامدة. خلينا ناخد سلاح سكار. ليتس جو على الجمدان سلاح سكار. فين الواد اللي كان واقف هنا اللي كان عامل لي فيها خفاش؟ تعالى واد ايوه هناك اهو. بص يطلع يجري علوية، يطلع يجري الواد. اوه بص وقعته السلاح الجامد علوية بيوقع في ثانية. وات الواد ده معاه معاه ثروة. وات وات انت يا حبيبي، انت يا حبيبي كل دي حاجات ببلاش. امسك الشيلد ابو علي بسرعة. وانا بقيت في اي حته مش عاوز اموتك. وانت بتموتني ليه؟ والله لو شفتك هعمل لك بص بطاطس. انت في اي حبيبي وانا اعمل لك بطاطس واكله. ابو علي انا دلوقتي معايا اثنين عسكر برضه بس استغلوا رغبه. اقدر اللي معايا بنفسجي. اوكي على الويب دلوقتي الميد كيت. اوكي على الويب في سنايبر، عاوز اجرب السنايبر كمان. الميد كيت بص بقى ترجع هيلسي تاني الدم كله. ليتس جو. خلينا ناخد بس السلاح ده. لا مش ده، احنا عايزين السنايبر. يب بعد كده بقى مكان الميد كيت دي على الويب نجيب الرشاش ده. خلينا بقى نجرب السنايبر. ليتس جو على الجمدان. السنايبر جامده والله، جامده علوية بس خايف حد يموتني من ظهري. خلينا نقنص كده ونشوف بسرعه بسرعه بسرعه. نيجي بس الناحيه دي عدى ابو علي. بصوا في واد هناك اهو. اوكي حاسس ان في حد جنبي. امسك يلا لا ضربته 197. حد شاف؟ والله 197 جت فيه. 100 ضربت الواد نكت. ليتس جو قعدت نك وقعدت نك والله. وادي ماي مش الشبكه قويه ولا ايه؟ والله قويه جدا، السنايبر قويه فعلا. اوكي ده ليتس جو ضربته 100. اللي بعده دول فريق واحد يا علوي. لا لا مفيش طلق، مفيش طلق المشكله. ثانيه ثانيه اروح لهم بقى ايه بالسكار. امسك يا حبيبي، امسك وقعته. ليتس جو امسك امسك اهو امسك. انت بتستخبالي في الصندوق، تعالى هتموت هتموت يا ابني يا ميت. بص الواد بص الواد القرد يا علوي. امسك يا حبيبي يا ابني هتموت هتموت. الواد يا علوي مش مقتنع، عمال اقول انت هتموت وهو مش مصدق. اوكي خدنا سلاح خدنا الطلق بتاع السكار برضو تاني. علوية السنايبر جامده، عاوزكم تجربوها. وانا ما جبت منين بقى الشايبه؟ جبتها منين؟ ثانيه خلي بس ناخد السلاح ده. اوكي اوكي في واحد هنا، واد اهو. امسك. راح فين انت؟ راح تركب البطه؟ مفيش بط. لا في واحد بيضرب عليا، معناها كده ان انا ايوان اقف هنا. في واحد بيضرب عليا معرفش ده ولا مين، شكله هو ده. لا انت هنوب اللي بتضرب عليا. ايه اللاج ده؟ ثانيه في تانيك. امسك امسك موت. او ماي جاد عجبني ده موت كم واحد؟ ابو علي انت فين حته؟
المشكلة أصلاً إن الأسامي مش بتبان. أنا ممكن أكون موت كزعبولة بس مش عارف أنت ولا لأ. لا أبو علي أنا موت سنوات بس حد بس المكان فوق البيت. أبو رضا بالعكس بس بالقناصة. أنت معاك قناصة؟ أبو علي دي قوية جدا. أوكي. انا كانت معايا بصراحه بوت بيها كذا واحد جامده بصراحه. وانا بقى مش عارف اجيب كداشه. انت وحظك يا حركات بتجيلك حظ. دور وانت تلاقي. في واحد هنا. اوكي بسرعه اهو. موت موت. ويا 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 بص السكار جامد. السكار جامد. بتعمل ايه يا خلبوسه؟ هتموت هتموت يا خلبوسه. موت 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 موت. اوكي مش هموت غير بالاكس عشان مش هضيع عليك طلق. اوكي على ثانيه. في واحد هناك. هات بس السلاح ده عشان ممكن يكون. لا ده في طلقه. هات البتاع احسن. في اي واحد اهو واحد هناك اهو. تعالى عايز بتاع المحل اللي بتخليه يطير على الواي. عايز موت يا واد. اوه معاه شيلد معاه شيلد. كسرت له الشيلد. ثانيه وروح هناك بسرعه بسرعه بعلي. معاه البتاع اللي بتخليه يطير على الواي. عاوزها منه يا رب بس ما يموتني. المشكله ان انا معيش طلق. اطلع اطلع اطلع. اوكي لا يا علوة وقعت. يا نهار زبادي. في واحد اهو تاني. وعلي ركز بليز بليز مش عايز. لا وقعت تاني. ثانية ثانية اهو اهو الواد اهو. موت 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 موت. وقعته وقعته. تجري فين؟ ده انت معاك ثروة. يا نهار زبادي. ايه ده علوة؟ الواد معاه الواد معاه كمية حاجات. ايه ده؟ انا مش عارف ايه الطلق ده كله. وات بص علوة معاه ايه؟ معاه البازوكا. خلينا ناخد البازوكا بسرعه. اوكي انا خايف حد يموتني. ثانيه انا عايز بس البازوكا ما فيهاش طلق. خلينا اجيب بس البتاع اللي بتخليني انط على الويه دي. ايوه النطه بتاعتي كده تكون كبيره. عمر ابو علي السكار. في واحد هنا في الميه على الويه شفتوه. واحد هنا في الميه ورا. اوكي اهو شايفين الواد ده. موت موت. ضربته 35. امسك وقعته نوك. ليتس جو. ابو علي انت فين؟ انا واقف بص في البيت عمال اضرب العيال. في بس في ايه ده؟ في دروب هناك وقع. والله دروب. ثانيه الواد ده مات. ايوه خلينا ناخد بس الطلق بتاعه على الوي. ناخد الطلق. يا سلام. بعد كده نروح للدروب بسرعه. ما ينفعش ناخد البطه دي. نركب البطه. ابو علي انا لسه ما قلتش من المكان اللي كنت فيه. بس المشكله ان الطلق خلص. الطلق خلص. بص واحد بيضرب عليا على الوي. شفتك شفتك اللي بتحاول تضرب عليا. شفتك يا حبيبي. تعالى وقف. انت جاي لي هنا. هات الطلق اللي معاك. معهوش حاجه معهوش حاجه. عمر ابو علي بسرعه. طب علي تعالى واقف. تعالى انت جاي لي ها؟ عايز تموت انت شكلك. تعال. لا مع شوت جن. يا نهار زبادي. ايه ده الشوت جن قوي قوي. اجري ابو علي بسرعه. اجري بعيد. والله لا طير بسرعه 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 ابو علي. بعيد بعيد بعيد. ليتس جو. امسك الشيلد بسرعه ابو علي. اشرب. او ماي جاد علي انا كنت هموت والله. الشوت جن قوي. انا نفسي في شوت جن دلوقتي على الويب. عاوز شوت جن باي طريقه عشان اجربه. في واحد هنا جوه تقريبا. سامع صوت. ايوه افتح هنا كده بس ممكن نلاقي دم. افتح بسرعه الصندوق بدل ما واحد يجي يموتني. يا كابتن الصندوق معلق. الصندوق معلق. في واحد جنبي على موت موت موت. لا واحد تاني واحد تاني. بسرعه بسرعه اطلع اجري. يا علوية ده ايه ده؟ اتنين في نفس الوقت. اوكي ما ينفعش ندخل من هنا. طيب خلينا نروح لهم من نفس المكان. موت 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 موت. وقعتوا. وات شوف عندي اسلحه. الشوت جن اخيرا الشوت جن. جربت الشوت جن. وين مالي؟ ادي نوبة. انا جربت انواع كتير بصراحه. شايف قدامي أنا... اسكت ما تكلمنيش دلوقتي. انا شايف حاجات كتير على الميدكيت. بس عايزين بس الميدكيت. الميدكيت بليز. ايوه هات الميدكيت ده ابو علي. واطلع هنا كده استخبى وعبي الدم بتاعك كله. لازم احط دمي على الويب فل. ليتس جو على الجبنان. اوكي قالوا لا لا يا غدار. نمار الغدار. لا يا نوب يا نوب. الواد فين الواد فين؟ اوكي يا نوب انت. والله يا نوب لو شفتك لو شفتك اعملك بطاطس. الواد فين؟ راح فين يا نوب؟ اوكي اهو يا علوية النوب مع البتاع اللي بتطير برضه. تعال. لا 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 لا. هو فين؟ امسك. اوه خايف اموت خايف اموت خايف اموت. هو فين النوب ده؟ المشكلة ان الشوتجر ما فيهوش اي طلق. هو فوقيه صح؟ طار يا علوية. الواد طار. اوكي اوكي خلينا نستخبى عشان معايا حاجات كتير. الزبادي لو مت علوية هخسر حاجات كتير قوي. اوكي افتح بسرعة. يب اديني بقى ايه مكان السكار ده. عايز مكان السكار. اديني السلاح بما ان مفيش طلق. الواد طار يا علوية. دمه نقص طار.
اهو واحد تاني اهو، بس ده غلبان لسه ما هوش اي حاجه. موت، بنجرب بس الطلق الجديد، بنجرب السلاح الجديد. يا ابن اقف يا ابن اقف، الواد وقع في الاخر. اقف بقى انت كده كده ميت. ايوه يلا بص انا هسيبك لاصحابك، لاصحابك لو جم بقى يصحوك عادي. لا يا نوب بقى، انا مش كل ما دمش واحد يطلع يجري. الواد ده جبان قوي على اللي هو بيطلع يجري والله. بصوا بيطير فوق وبيضرب. تعالى يا نوب. بص على الموتور فين، معيش طلقه. ابو علي لازم ينسحب، معيش ولا طلقه ولا طلقه. ابو علي لازم ينسحب حالا، انسحب ابو علي بسرعه. او ماي جاد، الواد جاي ورايا. وادي حركات، انت فين؟ انا مالي امشي ولا عند البحر؟ عند البحر؟ طب انا كنت قدامك. لا يا علو خسرت كل اسلحتي. بس قتلت ناس كتير. اوكي يا علو، هنغير المود اللي هو طبعا بتاع الزون، هنلعبه كده على السريع. وانا مالي مش بموت هالشيء. اوكي يا علو، ايه ده؟ لسه داخل حالا. اه كده بره الزون. ليتس جو. المود ده جامد على فكره، بس المشكله ان في الزون دي بتعمل بسرعه جدا، ما حدش بيلحق اصلا يا علويه يجيب اي حاجه. بسرعه بسرعه بسرعه، خلينا ناخد دول. اوكي في واحد هناك اهو، خلينا نروح له. لازم يموت يا علويه، لازم يموت. ايوه نط بقى، موت. يب وقعته. موت 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 موت. الو هو راح فين؟ بص علويه مات. لا طلع واحده موت الواد من الشباك. النوب النوب من الشباك. لا يا علويه موتني. الموت ده جامد، بس المشكله علويه ان الزون بتقفل بسرعه جدا. بصراحه موت ممتع. مفيش احسن من انت تفضل واقف فوق البيت ومعاك الكنبات، ممتعه جدا. انت مستخبي وبتضرب في الناس زعبولة. انا مالي مش واجع بولا دوب ولا مش ماسك الشجار ده، مش عمال كسر وش ايه، عمال تكسر في وش العيال. اوكي علويه دلوقتي لازم اطلع بسرعه، ارجع بقى ابو علي اللوبي. اوكي علويه دلوقتي انا وحركات في الموت اللي هو طبعا في الزون بتقفل. زعبولة كان جاي بصراحه، بس فاضل ثانيه وخلاص هندخل، فزعبولة مش هيلحق. شايفين فين الواد حركات؟ اسمه حركات فين؟ فوق اهو. اوكي علويه دخلنا بسرعه. او ماي جاد، بسرعه بسرعه ابو علي، بسرعه ابو علي. سلاح سلاح، ايوان حتى لو مسدس. يلا يا ابو علي، طبعا حركات معانا على اللويه. وده حركات فرخه ما تموتنيش. انا عارفك من ايه يا حبيبي. يا ابني بص، ما احنا عايزين نبص على الاسامي، لو الاسامي بتظهر على اللويه يلا. الشيلد الكبير، اوكي ناخد بس الشيلد. بص على اللويه حركات موجود معايا، عايز اوريكم الاسامي اهو. حركات فين؟ اهو حركات موجود معايا في السيرفر وبنلعب دلوقتي انا اهو. موت موت، امسك موت. يب وقعت الواد ده على اللويه. ليتس جو. الشيلد بسرعه، طبعا هو هيطلع بره دلوقتي مش مشكله، خليه يطلع بره، اطلع موته تاني. انا وقعته طبعا علويه بالمسدس. اوكي هو راح فين؟ اكيد هنا، اكيد هنا، مش عارف هو راح فين علويه. الواد اختفى او طلع على السلم، يطلع مش مشكله، اهم حاجه ان انا اكسب. وده حركات، موتنيش وانا ما موتكش. ماشي حركات يا ابني، جاب شاف مكانه. الشوت جن ده علويه، بصوا اقوى. ليتس جو ليتس جو، امسك. او ماي جاد، اه وقعت واحد، التاني امسك، وقعت التاني. حركات انت الاخير ده، حركات ابو شيش عايش يا حبيبي. لسه عايش، يبقى هو حركات والله. اه ليتس جو، ابو علي اللي كسب. ابو علي اللي كسب، ليتس جو. حتى حركات موتته. وانا مش انت محجول. او ماي جاد، ده حاجه بدل العلويه. ابو علي مين اللي كسب بينكم؟ انا طبعا الزعبوله. وانا مش يا حبيبي انت محجول يا حبيبي، انا كمان معايا هاجي لك كمان مره يا حبيبي. طبعا لو انتوا شفتوا اللعبه دلوقتي جربوها، هي فورتنايت بصراحه، يعني اللي ما جربش فورتنايت يقدر يجرب اللعبه. طبعا الصندوق مفتوح وانا واقف قدامه، تقدروا تجربوها على اللعبه وتقولوا لي رايكم فيها وتلعبوها مع اصحابكم كمان. اي حاجه ممكن تكسروها وتجمعوا. طبعا هتقولوا لي يا ابو علي بتبني منين؟ بندوس حرف الاف علويه بيفتح لنا البناء، لو دوسنا حرف الزد. بصوا بس طبعا انا مش معايا حاجه، اقفل اف تاني. هنجيب البيج اكس ونكسر. بصوا علويه لما انا كسرت دلوقتي بقى معايا 600 خشبه، فهندوس حرف الاف ونجيب الزد علويه او الاكس. طبعا هنبني دلوقتي، بصوا بس مش في اي مكان نبني، حرف الزد طبعا يبني لي حيطه عشان ناخد فيها كفر. بعد كده علويه انط واعمل طبعا بالسي سلم وهكذا. لا في واحد ضربني، شفتوا علويه ضربني. او ماي جاد، طبعا علويه اللعبه هتظهر قدامكم دلوقتي، هي دي اللعبه. روحوا العبوها جربوها قولوا لي رايكم، وما تنسوش كمان تكتبوا لي في الكومنتات يا علويه انتوا قتلتوا كام واحد ولعبتوا انهي مود بالظبط وكده يعني. ماشي ابو علي زي ما انتم شايفين بصراحه انا مسكت العيال. ايوه الواد ده اللي موتني علويه صح؟ هو ده اللي موتني، خليني بقى انتقم منه. تعالى يا حبيبي، مش انت اللي موتني، هو اللي هناك ده. ايه ده، دي قناصه. موت، مش انت اللي موتني يعني؟ موت وات، القناصه دي مش بتضرب غير بالام كده. ايه علويه ده؟ انا عايز رشاش، انت ليه مقنص بالطريقه دي؟ اوكي علويه كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش تنزل طب لايك واشترك في القناه، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.